ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. وحشنا ضيف، وحشنا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن ضياء السيد المدير الفني لراس الخيمه الاماراتي. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، وسلم على صديق عمري وحبيبي اخويا محمود وخليفه. طبعا كابتن، ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا بيك، منور ابو المكتب. ربنا يخليك كابتن، وحشني جدا يا كابتن. يعني يا كابتن، احنا بنحاول طبعا بنطمن جماهير النادي الاهلي، بنطمنها من خلالكم، من خلال الخبرات، من خلال القامات الكبيره اللي لعبت في ظروف مشابهه واللي قادت كمان النادي الاهلي حتى لو في قطاعات الناشئين. شايف حضرتك الماتش اللي جاي هيبقى شكله ايه، والمفروض الاهلي يعمل ايه؟ لا، هو المفروض الاهلي يعمل ايه؟ الاهلي عارف، الاهلي مر بتجارب كتير جدا جدا، نهائيات خارج الارض بشكل كبير، واعتقد انه في بعض اللعيبه حضرتها، وحسام نفسه حضرها كتير جدا، وحقق بطولات خارج الارض كلها معروفه، فالخبرات موجوده والاداء الكويس موجود. انا بشوف النادي الاهلي عامل المباراه الاولى هايله بشكل كبير جدا، والنهائيات دايما بتخلص مع اخر 90 دقيقه الثانيه. فانا يعني ان شاء الله مطمن على حل النادي الاهلي بشكل كويس، بشكل كبير جدا. اللعيبه مقدره، اللعيبه فايقه كمان بشكل كويس. فنتمنى التوفيق في بعض الفرص اللي هتجيلنا ان شاء الله. نتمنى التوفيق في التحكيم بشكل كويس، لان ده من ضمن الحاجات اللي بتفيد جدا في المباريات النهائيه. قرار واحد بيفرق بشكل كبير. بالظبط. فان شاء الله الاهلي قادر على انه من خلال التجارب السابقه قادر ان شاء الله ان هو يحقق البطوله ويرجع بيها بشكل كبير ان شاء الله، والنسب اعتقد انها متساويه. وبالعكس هم خايفين من خبرات النادي الاهلي اكثر من ان تكون المباراه على ملعب. يعني يا كابتن ضياء، متخوف من ايه؟ لا يعني اذا كان هيبقى في تخوف، انا بتخوف مثلا لما يبقى انت بتلعب مباراه نهائيه، بتمنى انه 95% من اللعيبه اللي موجوده اللي هتبتدي تكون في حالتها تأدي بشكل كويس، لان ده كان موجود في الماتش الاولاني. اتمنى انه لما تكون في فرص يعني تستغل بشكل كويس، لانها فرص النهائيات ما بتتكررش كتير. لازم نبقى حريصين وفي شده البخل في ان احنا نضيع الفرص اللي تجيلنا، والاهم كمان انه ان شاء الله ما يدخلش في مرمانا هدف. ده مهم جدا في تركيز الديفنس مع وسط الملعب مع شريف ان شاء الله. فاتمنى الحاجات دي كلها اي فني بيتمناها، اكيد اكيد يكون بيلعب مباراه نهائيه فاصله بشكل كبير. ولكن حدث بيتحدث عن نفسه بيخلي اللعيبه مقدره كل الظروف ان شاء الله. كابتن ضياء، يعني اخر حاجه اسالها لحضرتك، يعني شايف الرباعي الدفاعي ممكن يكون مين؟ والله انا مش شايف انه ممكن يكون في تغيير، لسبب انه ما عندكش وقت. الاول كانت بيبقى في فرق كبير جدا بين الماتش والماتش، انت ما بقى عندكش وقت، لان اللعيبه لعبت مع بعض. نجيب ادى بشكل كويس، سعد جنابه التوفيق في خطوتين، لكن في المجمل كان مؤدي مباراه طيبه. انا بشوف انه الديفنس لازم يكون موجود. طبعا علي اعتقد انه مصاب، هو بره الماتش. بره الماتش خلاص. وحسين رجله في الملعب وحالته كويسه جدا، واعتقد انه حالته كويسه جدا، مش هتحس بفرق ان شاء الله. فانا بشوف انه التغيير يبقى في اضيق الحدود، في حدود الاصابات، في حدود الكروت، لكن ما فيش كروت، في اصابات. التغيير يبقى في اضيق الحدود علشان نفس المجموعه وتجانسها، اعتقد انها ادت مباراه طيبه. يعني كابتن ضياء، لو عايز تقول لكابتن حسام بدري نقطه مهمه جدا، ممكن تكون ايه هي النقطه دي؟ لا، حسام انا لسه كنت بكلمه امبارح، بتمنى له التوفيق، وبتمنى له ان شاء الله. انه انا عارف دماغ حسام كويس، انه اللعيبه اللي تكون في ارض الملعب تكون مركزه وموفقه في كل حاجه، لان خد بالك النهايات جميله وتفاصيل صغيره. اكيد يا كابتن، تفاصيل صغيره. انا بنتكلم في خطوتين لساعه بالظبط فرقوا فيك جول. خطوه لازارو كمان جا جول، هدوء ازارو انه يجيب الثاني، بنبقى 2-0 في 7 دقائق. بالظبط. فهي التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتعلي وبتخلي المدير الفني يبتدي يفكر بشكل عكس المفاجآت اللي بتحصل له من تفاصيل صغيره
ما بيأديهاش اللعيب، فبتأدي انك انت يا اما تصاب بهدف يا اما تضيع هدف مهم جدا جدا في مجريات المباراه. فاتمنى انه اعتقد ان حسام بيفكر في ده، بيفكر في انه ان شاء الله ربنا يوفقه ويدير اللقاء بشكل كويس ويكون موفق في تغييراته، لانه اداره الجيم اثناء المباراه مهمه جدا وحسام قادر على ذلك. أكيد. أكيد. كابتن ضياء، يعني انا بشكرك جدا على هذه المداخله والتوضيحات الجميله. كابتن ضياء السيد نجم الاهلي السابق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. ان شاء الله الاهلي يرجع. يا رب يا كابتن، يا رب. شكرا جدا لحضرتك. ايه رايك؟ كلام منطقي، كلام كويس.